قال كوبر إنه في الفترة الحالية هناك العديد من الضغوط على المنتخب وعلى الجميع تحمل هذه الضغوط، مشددا على أنه يفكر في كل مباراة على حدة وأنه يسعى للفوز في المواجهة المقبلة بالتصفيات أمام الكونغو. Uno no tiene que adelantarse a todos los hechos porque ve los resultados, ve lo que pasa en las eliminatorias. حتى بتبص حوالينا بتشوف التصفيات كلها نتائج اكتر من مفاجاه في كل المجموعات في كل القارات. Hoy por hoy nadie tiene asegurado nada. ما حدش لحد دلوقتي عنده خلاص اتاكد له او ضمن التاهل. Intentar seguir una línea. تستمر في الشغل بتاعك في الطريق بتاعك تحاول تكسب كل المباريات. Ahora, todo lo que venga. Nosotros tenemos que pensar que el próximo partido también hay que ganarlo. هنفكر المباراه القادمه لازم تكسبها. Y si eso no nos alcanza, tendremos que pensar que tendremos que ir a Ghana también a ganar. وحتى المباراة القادمة حتى المباراة اللي بعديها لو المباراة القادمة بس مش المكسب كفاية هنفكر في مباراة غانا في المكسب أيضا. Yo siempre los números que hago es el partido que tengo que jugar. دايما الأرقام اللي بحسبها والحسابات بعملها للمباراة القادمة فقط ما ببصش للي بعديها. Hoy somos primero de grupo. إحنا النهاردة أول المجموعة. Depende de nosotros. فكل حاجة كل النتائج تعتمد علينا إحنا مش منتظرين حاجة من حد. Eso es bueno. ودي حاجة كويسة جدا أعتقد.